نوجه رسالتنا الى الاخ رئيس الجمهوريه المشير عبد الرب منصور هادي للنظر الى قضيه المسجونين والمخفيين قصرا التي لا نعرف ماذا مصيرهم، ونتمنى من قيادتنا الحكيمه معالجه هذه القضيه في اجراءاتها القانونيه وفتح مسار واضح حتى يطلعوا اسرهم على مصيرهم. وهذه قضيه اصبحت هم او قلق عام على مستوى المحافظات المحررة، ولا نعرف يعني ما هي الأسباب لتأخير هذه القضية الذي سببت يعني وضع غير مستقر. ولهذا نحن لنا أمل كبير في الأخ والمشير عبد ربه أن ينظر في معالجة هذه القضية وحسمها. وعلى سبيل المثال الشخصية التربوية زكريا قاسم لحد الآن لا نعرف إيش مصيره، وسببت يعني أثر كبير على أسرته ومعاناة الناس والمقربين منه. اليوم معنا موضوع هام جدا، والذي يتكلم عن الاختفاء القسري للمواطنين. هذه القضية طبعا أرقت كثير من الأسر وأغلقت مضيعهم وألمت كثير من الأبناء والأمهات للمختفين قسريا. أنا أطالب طبعا رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ونائب الرئيس والأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأخ وزير الداخلية أيضا والأخ مدير الأمن أن يتم هذا العمل وفق القانون والنظام، بحيث أن أي شخص متهم بقضية سواء كانت إرهاب أو أي شيء يتم استدعائه بطريقة شرعية ويحاكم محاكمة قانونية وفق القانون اليمني أو القانون الدولي. وهناك أمن وهناك أنتربول من حقهم أن يطالبوا بهذا الشخص. أما الاختفاء القسري هذا فهذه مشكلة كبيرة، ونحن الآن في يمن منفتح، يمن قادم على يعني إن شاء الله خير، فلا نريد أن هذا العمل يتكرر. وهنا ناس كثير اختفوا قسريا. أنا أتكلم عن نفسي أمين سعيد باسنبل، أنا مرتين تعرضت للاختفاء القسري، واحد في 2012 في عدن وواحد في 2017 في المكلا في حضرموت، وتم اختفائي قسريا وأسرتي لا تعلم عني شيئا. الاختفاء القسري الأخير كان في رمضان، في نهاية رمضان، وأسرتي عيدت بدوني، لم يطعموا أكل اللحم ولم يلبسوا ثياب العيد بسبب أني كنت مختفي ولا يعلموا عني أي شيء. ولكن الحمد لله وفضل الله ما كان علي أي شيء ولا أي تهمة، ولكن كانت تهم كيدية أصحاب الأمن اتخذوها وقفونا قسريا، والحمد لله طلع في كل الحالتين أو في كل المرتين طلعت براءة ولم يتم إثبات عني أي شيء. وعشان كذا عندنا هناك أستاذ زكريا، هذا الشخص يعني إنسان تربوي وقدير ورجل كبير في السن، ألا مختفي قسريا، ايش ذنبه؟ ايش ذنب اسرته؟ اذا في عليه شيء يواجهوه بالقضاء، يواجهوه بالمحاكم، يواجهوه بالقانون الدولي، ويعرفوا عن خطاه ويقولوا له هذه مشكلتك يا اخي، ويحاكم وفق القانون وما في مشكله. واذا لم يثبت عليه اي شيء يتم اطلاقه فورا. بسم الله الرحمن الرحيم، حنتكلم عن قضية المخفيين قسريا. هذه القضية التي أرقت المواطن اليمني، نحن نطالب حكومة الشرعية أن بإيجاد مؤسسات دستورية، مؤسسات قانونية تهتم بهؤلاء المخفيين الذين لا نعلم عن مصيرهم شيء. فنحن نطالب بإيجاد محاكم توجد لهم يعني شرعيتهم أو توجد لهم حقهم إذا كان وجهت لهم أي تهم قانونية أو جنائية، حتى نعرف مصير هؤلاء أين ذهب. من ضمن قضايا المخفيين قسريا قضية الأستاذ التربوي زكريا قاسم، فإحنا نطالب الجهات المعنية بكشف الحقيقة عن مصير هذا الشخص، إيضاح الحقيقة حول التهم التي وجهت إليه، كذلك بالنسبة له أين ذهب هو كتربوي كقامة تربوية. الأستاذ زكريا قاسم الذي تم إخفاءه مدة سنة لحد الآن، إنسان تربوي، انسان تخرجت على يدي اجيال، هل يعقل انه يكون يعني مصير الاخفاء وعدم حتى رؤيه اهله له او معرفتهم عن مصيره او محبيه او طلابه او مجتمعه الذي يحيط به؟ ما هي الاسباب اللي تم اخفائها؟ ما هي التهم اللي وجهت له واللي اثبتت عليه اصلا؟ ونطالب الدوله ان تبسط او تفرض هيبتها في مثل هذه الامور، خصوصا الامور قضيه مهمه، قضيه الاخفاء القسري، وتترك القانون يخوض مجراه، ومن ثبت عليه فليزين فليعدم، حتى ما فيش مانع، لكن انما كذا ضياع في